مرحب بكم مشاهدي عين على البرلمان الجولة الثانية النهاردة، بنتابع معاكم آخر المستجدات المتعلقة بالشأن البرلماني وعمل اللجان والأخبار العامة المختلفة. بفكر حضراتكم اللي عنده فيديو أو صور بترصد وضع سيء أو سلبي في أي مكان على مستوى الجمهورية، ياريت يبعتوا لينا على أرقام الواتساب اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة علشان نقدر نتواصل مع السادة المسؤولين. ونبدأ سريعا مع حضراتكم بفقرة الأخبار ومن بعدها الفقرة الحوارية. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن التنمية المنشودة لن تؤتي ثمارها إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص، وأشار إلى أنه كلف الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار ودعم دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطنين. أضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية عيد العمال أن هناك مبادرات جديدة لإنشاء مدن صناعية، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل وتساهم في زيادة الصادرات. عمال مصر الكرام، إنكم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري وعامل رئيسي من عوامل إثرائه وتقدمه، وكما تطالبكم الدولة بمزيد من العمل والإنتاج بجهد وإتقان، فإنها تحرص على حقوقكم وتعمل على توفير الغطاء التأميني اللازم لكم على الصعيدين الاجتماعي والصحي، بما يضمن لعمال مصر حياة كريمة ويمثل حافزا لكم على مزيد من العمل والإنجاز. كما تحرص الدولة على إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل للاستفادة من طاقاتهم الإيجابية، وتهيب بأصحاب الأعمال مواصلة الاطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية واستيفاء نسبة 5% المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة. عمال مصر الأوفياء، إن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكم تشجيعا على مزيد من الإتقان والإنتاج، وسيساهم مجلس النواب الجديد بفاعلية في سن التشريعات اللازمة لإعداد المناخ المحفز للعملية الإنتاجية من خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات الصلة التي أشار إليها السيد وزير القوى العاملة، وفي مقدمتها مشروع القانون الجديد للعمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك تضافرا لجهودنا جميعا من أجل التصدي لتحديات ودقة المرحلة الراهنة حتى نجتاز تلك المرحلة بنجاح ونتمكن من إساء دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة. الأخوة والأخوات، لقد اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية طموحة واضحة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر وتنويع مصادر الدخل القومي، بحيث لا يظل اقتصادنا أسيرا لتقلبات الظروف واختلاف المتغيرات، بل يتحول إلى اقتصاد إنتاجي راسخ يستند إلى قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة ومواكبة مقتضيات العصر التي أدخلت إلى مضمار الصناعة صناعات جديدة، لا سيما الصناعات التكنولوجية والإلكترونية وصناعة الدواء وما تحمله من فرص واعدة للتصدير إلى إفريقيا. كما تولي الدولة اهتماما وفي إطار خطتها الاقتصادية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي أضحت لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية، حيث توفر السوق المصرية جميع العوامل اللازمة للعمل والربح، ويتعين أن تحقق شركات قطاع الأعمال العام أرباحا مجزية بعد تطويرها وإعادة هيكلتها. وأؤكد لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن عملية التنمية الصناعية المنشودة لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة إلا إذا تكملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي بات يتمتع بدور متعاظم على الصعيد الاقتصادي العالمي، ومن ثم فإن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص في هذا المجال وتتخذ من الإجراءات والتشريعات
ما من شأنه تيسير عمل القطاع الخاص وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عما يتصل به من منظومة القوانين، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وتدشين وتنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وإدراكاً من الدولة للأهمية الحيوية لقطاع الصناعة، فإنها تتخذ خطوات جادة من أجل تنمية وتطوير المراكز الصناعية القائمة لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تزخر به من بنية تحتية تتيح بدء العمل في تطويرها مباشرة، وذلك بالتوازي مع مبادرات جديدة لإنشاء المدن الصناعية، وتتواكب مع ذلك جهود دؤوبة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بفاعلية في توفير فرص العمل وإتاحة المواد الأولية والوسيطة للصناعات الكبرى، فتساهم في زيادة الصادرات وتعمل على ضبط سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الحرة. كما آن الأوان لدمج القطاع الصناعي غير المنظم في الاقتصاد الرسمي. لازم ندعم صندوق الطوارئ، لأن إذا كان في لينا، إذا كان هذا الصندوق بيقوم بدور في مساعدة العمال والعاملين أثناء الظروف الصعبة، فأنا متصور إن إحنا محتاجين ندعم هذا الصندوق، وأنا هدعمه من صندوق تحيا مصر. فاسمحوا لي إن إحنا ندعم هذا الصندوق، وإن إحنا نولي رعاية بكل العاملين في القطاعات المتوقفة في السياحة، لأهالينا اللي في الأقصر وفي أسوان وفي حتة أخرى، وكل حتة كل حتة كل حتة، وإحنا من تحيا مصر اللي هو فلوس المصريين نقدم 100 مليون جنيه لهذا الصندوق. كمان هنتكلم إحنا في عين على البرلمان بتفاصيل أكثر في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعن العمال وأحلامهم وطموحاتهم ومشكلاتهم في الساعة 9 في عين على البرلمان، والحوار هيكون مع رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل لجنة القوى العاملة إن شاء الله الساعة 9 مساء. هستكمل معاكم الأخبار اللي موجودة عندنا. ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة غادر القاهرة بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوثيق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطويرها. المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب قال إن الأولوية دلوقتي قدام هيئة مكتب البرلمان هتكون الانتهاء من تشكيل اللجنة العامة للمجلس، يليها تشكيل لجنة القيم ثم إنشاء معهد التدريب البرلماني تطبيقا للائحة المجلس الجديدة. أوضح سعد في تصريحات صحفية إن اجتماع هيئة المكتب المقبل والذي لم يحدد موعده حتى الآن هيتم خلاله استكمال تشكيل اللجنة العامة لإعلانها في الجلسة المقبلة للبرلمان، والمقرر أن تعقد يوم 8 مايو المقبل. الناخبون الحقيقة يدلون بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي من انتخابات الإعادة التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية مقرها مركزي طلخة ونبرو، اللي خلى المقعد بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة نائب الدائرة السابق. الدائرة بتضم 65 مركز انتخابي فيهم 174 لجنة فرعية بيشرف عليها 174 قاضي ووكيل نيابة عامة ونيابة إدارية و15 قاضي وعضو باللجان عضو نيابة باللجان العامة بإجمالي ناخبين 412,507 ناخب. مستمرين معاكم مشاهدينا، بعد الفاصل هنتكلم عن مشاكل الدوائر وما تعاني منه بعض الدوائر على مستوى الجمهورية، بالتحديد مشكلتي هتكون مع دائرة بولاق الدكرور وما تعاني من مشكلات. حضراتكم عارفين احنا كل فترة كده بنختار دائرة ونائب هذه الدائرة للحديث عن مشكلات هذه الدائرة وأوجه الحلول من وجهة نظره، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كل فتره في عين على البرلمان بنختار منطقه من المناطق اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، سواء كانت هذه المنطقه في بحري، في ابلي، في
المناطق النائية إن صح التعبير أو جاز التعبير، أو حتى العاصمة إسكندرية، وجوه العاصمة مناطق كثيرة ليست أفضل حالا من آخر المناطق اللي بنقول عليها مناطق نائية أو مناطق ما بتصل لهاش الخدمات بشكل كافي أو بشكل واضح. حضراتكم قد تندهشوا، هذه المناطق بطبيعتها مناطق قديمة لها باع طويل في التواجد، وخرجت أجيال وخرجت ناس وخرجت ربما علماء، إلى أن هذه المناطق تكاد تبدو منعدمة في الخدمات. منطقة بولاق التكرور بتعتبر واحدة من أهم مناطق الجيزة، وواحدة كمان من أهم مناطق الجيزة اللي بتعاني من مشاكل أهمها العشوائية، الزحام، كمان مشاكل نقص الخدمات الأساسية منها الشرب والصرف الصحي طبعا حدث ولا حرج، ومشاكل صحية ومشاكل تعليمية. هنناقش مشاكل أهالي ومنطقة بولاق الدكرور الحقيقة مع النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن بولاق الدكرور بالجيزة وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة. برحب بيك سيادة النائب، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، مشرفنا. سيادة النائب، يعني أنت لما نجحت في الانتخابات كانت وعودك للناس إيه؟ أولا وعودي للناس اللي إن شاء الله أن أنا هكون في وسطهم ومتواصل معهم والحمد لله مستمرة معهم. في مشاكل كتيرة جدا، في حلول ممكن تتحل بسرعة، وفي حاجات محتاجة ميزانية كبيرة زي المرافق العامة والصرف الصحي وكمان ده كله. احنا عندنا بولاق الدكرور فيها مناطق كتير جدا، فيها شارع ناهية، أبو أتيتا، كفرة وهرمس، الشرباجي، بولاق القديمة، زنين، مدينة عامر، الطابق، صفت اللبن، مدينة النجوم، هنفرس، العشرين، المشابك، خارطة العاصم، أبو زيد، كل دي مناطق بولاق الدكرور. كل منطقة لها مشاكل معينة ومختلفة عن باقي المناطق. عشان كده لما أنا نزلت الحملة بتاعتي اسمها من هنا البداية، كان بتخش منطقة معينة بيعرفوا المشاكل دي. المشاكل دي كلها موجودة منحصرة عندي في مكتبي. في مشاكل ممكن تتحل بسرعة بدون ميزانية. هي دي المشكلة بقى. هي دي المشكلة. وفي مشاكل محتاجة ميزانية. ميزانية الدولة. لما أنا دخلت في المطبخ جوه وجدت إن الدولة عندنا شبه مفلسة. ما فيهاش، فبنحاول نعمل الأولويات للمواطن في بلاد الدكرور. يعني إحنا عندنا مشاكل إشغال الطريق من البعد جالين، دي سهل جدا. هننزل حملة إشغالات. والمسألة تنظيمية. مسألة تنظيمية. تكاتك والميكروباصات اللي إحنا هنرخص التكاتك. تمام، وهننزل مرور يمكن، ودي هتجيب دخل كبير للدوله. هتدخل دخل كبير للدوله، وقلنا الكلام ده كتير. موضوع الكمامه، السيد المحافظ وعدنا قال لك احنا هنعمل منظومه نظافه جديده ويمكن بدات في امبابه واحنا مستنيين. بس انا بقول للمحافظ احنا مش هنصبر كتير. بولاق مش هتصبر كتير لان احنا فعلا على اخرنا. موضوع الكمامه، المرافق العامه محتاجين ميزانيه ضخمه جدا 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 عشان نغير البنية التحتية. فإحنا محتاجين منطقة اللي إحنا نغير فيها هذه المرافق، وإحنا قدمنا طلبات فيها أنا والسادة النواب للسيد وزير إسكان المرافق العامة. يمكن أنا السبب الرئيسي إن أنا دخلت لجنة الإسكان والمرافق العامة عشان المرافق المتهالكة في دائرة بولاق الدكرور. والمرافق المتهالكة في مناطق كتيرة جدا، وأكتر مناطق بتعاني من نقص المرافق العامة منطقة مدينة النجوم، أبو زيد، خارطة عاصم، صفت اللبن، منطقة شربان، كفرة وهرمس، أبو أتيتا، بولاق القديمة. كل هذه المناطق بتعاني معاناة الأمرين من المرافق العامة. إحنا الأول كان عدد السكان بتاع بولاق الدكرور لا يتعدى 100,000، دلوقتي إحنا وصلنا ل2 مليون. وما حصلش إحلال وتجديد البنية التحتية. فإحنا عايزين حلول سريعة اللي إحنا نغير هذه المرافق. دلوقتي احنا اللي احنا بنعمله ده مسكنات. المواطن بيتصل بمكتب خدمه المواطنين، الماسوره طافحه عندي، اقسم بالله انا بقف على ماسوره مجاري انا والساده النواب. ويمكن انا لو في صور هتتعرض واقفين على ماسوره مجاري. هنعرض الصور، بس استاذنك هنتكلم طبعا بتفاصيل اكتر عن المشكلات اللي حضرتك تفضلت بيها، بس خلينا نروح لزميلنا احمد غنيم من منطقه ناهيه، وهيطلعنا على مشاكل وتفاصيل اكتر مع الاهالي هناك. شريف، برحب بيك يا شريف. يمكن كما يعني في حديثك طبعا مع الاستاذ عمرو كنا بنتحدث عن مشاكل كبيره، ولكن هي بتحتاج يعني قرارات اكثر فعاليه، ولكن بنتكلم عن مشاكل بسيطه. يمكن دي مش اول زياره لينا هنا في شارع نايه او في منطقه بولاق بشكل عام.
وكان في طلبات كتيره جدا بطلبات بسيطه ويمكن اتحلت، ولكن بتعود المشاكل مره اخرى، ربما الامر بدون جدوى، ربما هناك تقصير من المسؤولين خاصه كمان الحي، ويمكن في استياء كبير جدا من المواطنين بالنسبه للحي والمسؤولين عن منطقه بولاء وبالتحديد شارع ناهية. ناخد اراء المواطنين ونشوف المشاكل اللي بيعانوا منها وما زالت بتتكرر مرات تلو الاخرى. برحب بيك وكلمني على المشاكل اللي انتم بتعانوا منها ايه. كلم حضرتك عن البطايق التموين، على الرشاوى والفساد. حضرتك عشان خاطر عايز اعمل بطاقه لازم ادفع رشوه غير رشوه. مش عايزك تكلمني بشكل عام، انا عايزك تكلمني عن مشاكل معينه او بعينها بحيث ان احنا نعرف نرصد او نحدد المشكله. كلنا بنعاني من البطايق، عشان نعمل بطايق تموين لازم حضرتك ادفع رشوه، ولو معيش ما اعملش بطايق تموين. فعلا بناشر الاستاذ عمرو ابو اليزيد يشوف لنا حل. بس ماشي، اتفضل معايا. المشاكل اللي بتقابلكم هنا وطلبتوا المسؤولين، انتوا قبل الهوا اتكلمتوا معايا قلتوا لي ان الحي برضه عليه دور كبير جدا وهو مقصر جدا. الحي هو طبعا استاذ سياده النائب عمرو ابو اليزيد كان عمل حمله هنا اهوت نزل بيها على المزلقان، كان عمل حمله هنا اهوت نزل بيها على المزلقان مع المحافظه والحي بسبب بقى الباعة اللاجئين اللي موجودين على المزلقان وموقف الميكروباص وازمه الطلعه والخارجه بتاعت بولاق الدكرور. وفي نفس اليوم اللي نزل بيه الحمله في نفس اليوم بالليل الباعة اللاجئين رجعوا زي ما هم وكان ما فيش حد عمل حاجه. ايه بقى؟ ايه السبب اللي مخليهم يرجعوا تاني؟ مفيش رقابه من الحي ولا؟ في ناس منهم شغاله في الحي جوه وهم واخدينها عافيه بلطجه وضع يد بارضهم بلدهم، واحنا مالناش حق فيها. احنا مالناش الحق ولا نعدي ولا نمشي ولا نقف ولا نروح ولا نيجي، لا بعربيه ولا على رجليك ولا بموتوسيكل ولا باي ولا اي وسيله انتقال تنفع تمشي بيها. لو عربيه اسعاف داخله بلا ما بتعرفش تخش، عربيه مطافي داخله بلا ما بينفعش تخش، اللي بيموت بيموت واللي بيتحرق بيتحرق ومحدش بيسال في حد في حاجه. طيب عايز برضو كلمنا على المشاكل الموجوده عندكم هنا. والله حضرتك هي مشاكل بولاق الدكرور من قديم الاذى، بس من ساعة ما مسك الأستاذ عمرو أبو اليزيد فإحنا بنحاول نصلح من نفسنا إحنا كمواطنين كمان، إحنا عايزين مكاننا يبقى كويس. إحنا دلوقتي الأستاذ عمرو أبو اليزيد بقى فوجئ إن هو بينزل هو والحملة بتاعته المكتب بينظم المرور، يعني بينظم مروره. وصلت الرسالة. آخر حد معايا برضو سريعا يا حاج، إيه المشاكل الموجودة عندكم هنا وبتطالبوا إنها تتحل؟ عندنا اللي إحنا بنروح مستشفى بولاء وما ليش اي اعتبار لينا وكده، فبصراحه يعني حاله سيئه هناك وحاله بتقابل بيها الناس وحشه، ما بليش اي حد يسد قدامنا في اي حاجه هناك في مستشفى بولاق. واحنا نفسنا اللي مستشفى بولاق دي تبقى هي المستشفى الجامعيه بتاعتنا، ادي العمليه وعايزين النظافه اهم حاجه، والعمليه بايظه يعني هنا. قال استاذ عمرو راح كذا مره وشفناه بصراحه معاه، فلقينا هم ما بيسدوش معاه في اي حاجه، ده الحق بتاع ربنا يعني، هو ده الكلام الصح. احنا عايزين يعني حاله نظافه في المستشفى اهم حاجه. شكرا، ربنا يبارك. شكرا. شريف، زي ما تابعنا ربما هناك حملات متكرره، ربما في رقابه اكتر من الاستاذ عمرو، يمكن الناس بتشيد بده، ولكن للاسف بيرجع مره تانية الازمه متكرره. هل ده تقصير من الحي، تقصير من المسؤولين؟ ربما هي اسئله مطروحه امام الجميع. ليك يا شريف مره اخرى في الاستوديو. شكرا ليك احمد غنيم. لا ما عندناش اجابات الحقيقه على الاسئله دي. التقصير جاي من مين؟ ما بقى لنا كتير بنسال السؤال ده. سياده النائب، اولا موضوع بطاقه التموين يمكن هو المواطن هو اللي بيقول بنفسه ان عشان يطلع بطاقه تموين بيدفع رشوه عشان يطلع له بطاقه التموين، وما دفعش رشوه بيتعامل معامله غير ادميه وبيدوا له النقطه او بيقولوا له تعالى بعدين، وفي الاخر ما ياخدش بطاقه التموين. يمكن وكيل وزاره التموين زعل مني في اجتماع المحافظ لما انا قلت له الموظفين عندك مرتشين في تموين بولاق دكرور شارع ال 20 وبيعملوا الناس معامله غير ادميه، قال لي انا ما عنديش ناس مرتشين. انا بقول له اهو سعادتك المواطنين في الشارع هم اللي بيقولوا. انا بنقل نبض المواطن وبقول لك ان انزل مكاتب التموين في بولاق دكرور وانت تعرف ان هم مرتشين ولا لا. الناس اللي شغاله في الحي، احنا عندنا فساد في الاحياء هو اللي موصلنا للحل اللي احنا فيها دي. يمكن انا بنزل نزلنا انا مع مدير الامن والساده النواب هدينا النقطه عشان اوسع الشارع، شلنا الكشاك الغير مرخصه عشان نوسع الشارع، البائعين الجائلين اجتمعنا معاهم وقلنا ان احنا هنجيب لهم اسواق بديله، وفي الاخر بعد ما عملنا الحمله في الاخر يرجعوا.
ففي بعض جبت لهم اسواق بديله. هو لسه دلوقتي بندرس وبنجيب لهم ان شاء الله اسواق بديله، لان في فعلا هنعمل محور الملك عبد الله فيه بائعين كتير وعندهم تراخيص، المحلات دي لازم نشوف لهم اماكن بديله. الاولى المرخص نشوف له اماكن بديله. الأمل اللي هو اللي جاي علينا ده من بره بلاق، في ناس من بره بلاق بكرور جايين علينا ويفرشوا جوه بلاق بكرور، فاحنا بنعاين معاناه الامارين عشان نطلع من شارع ناهيه او اي شارع او كفرة هرمز. كفرة هرمز كمان بتعاني من باع جائلين، شارع العشرين الطابق نفس الكلام، منطقه صفت اللبن بتعاني من باع الجائلين، فاحنا محتاجين الحي يقف معانا. فانا بقول لرئيس الحي انت هتتعاون معانا ولا مش هتتعاون معانا؟ اللي مش هيشتغل ما فيش يعني ملوش مكان بينا. فانا بناشد المحافظ، احنا عايزين نطهر. ازاي شايف دوره دور المحافظ؟ المحافظ انا شايف انا شايف المحافظ يعني لسه مستلم جديد، احنا بنديله فرصته، والراجل وعدنا بحاجات واحنا مستنيين هذه الوعود. اما نائب محافظ الجيزه اللي هو علاء حراس، انا شايف ان الراجل ده بيحمي الفاسدين. يمكن انا قلت له في فاسدين عندنا في الحي 1 2 3 4 بيشتغل ضد النواب في بلاق الدكرور. بمعنى يعني انا بقول له، انا عين المواطن بقول له الشخص دوت بيشتغل ضدنا في بلاق الدكرور، بياخد رشاوي، بياخد ارضيه من البياعين، بياخدوا رشاوي من الناس اللي بتبني مباني مخالفه، كل دوت احنا بننقله الكلام ده، وفي نفس الوقت هو اللي بيحمي الكلام ده كله. بمعنى ايه بيحميه؟ بيحمي الفاسدين، لانه انا بقول لك اهو الراجل ده انا مش عارف هو ليه ساكت على الناس دي كلها. يا حاجه من الاثنين، يا انت بتستنفع منهم يا انت ضعيف. حاجه من الاثنين، انت بتستنفع منهم يا اما ضعيف. طيب انا عايز استاذنك عند النقطه دي واخد بس مداخله تليفونيه من المواطنين قاطني بولاق الدكرور. استاذ حسن اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضل. حسن ابو هشام من ابو قتاده. اهلا وسهلا، اتفضل. انا اول مره اتصل ونزلت شحنت رصيد عشان اتصل بيك وبسياده النائب. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. مشكلتك محترم، وارجو ان انتوا تدوني حقنا بقى ابو قتاده، تدوني حقنا. ايه هو حقنا بقى؟ ان حقنا في الكلام ابو قتاده. اتفضل. طيب على الخريطه اللي جابها على الخريطه ونزل بنفسه ونزل شارع شارع، سياده النائب المحترم ربنا يبارك له ويديله الصحه، سياده النائب المحترم لف ابو قتاده حته حته، دخل دور التربيه، دخل مستشفى بلا اللي كانت عباره عن سله قمامه، النهارده مستشفى بلا كل اسبوع وكل يومين بيروحها، بقت قريبه من الفرنساوي. سياده النائب اللي قاعد جنبك ده، انا اول مره اعمل مداخله، ما بيهمتش. اول نائب يجي عندنا ابو قتاده الاستاذ عمرو ابو لذيذ، الراجل المحترم جه ولف وقعد مع طيب محترمه. طيب قول لي ايه هي مشكلتك برضه؟ مشكلة يا استاذ حسن. انا مشكلتي ابو قتاده. ابو قتاده من ضمن المناطق اللي مخفيه، هو اللي بيجي يظهرها، هو الوحيد، النائب الوحيد على مدار 30 سنه. تمام. اللي دخل ابو قتاده دخلها الفتره اللي فاتت. على فكره ابو قتاده شكرا لحضرتك استاذ حسن. أبو أتاتا. استاذ ايهاب ونرد على كل مره. طيب ماشي علشان بس ما اقطعش حضرتك. حاضر فهمت. اتفضل استاذ ايهاب، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. انا بشكر برنامج عين البرلمان ان هو جاب لنا النائب المحترم عمرو ابو اليزيد. الشكر موصول. اتفضل. احنا لاول مره بنشوف نائب 24 ساعه متواجد في منطقه صفت اللبن. النائب ده احنا جينا طلبنا منه ان تطوير مركز شباب صفت اللبن ومركز شباب كفره هرمز، وكتر خيره وكتر خيره فعلا. لاول مره نلاقي واحد نائب يستجيب لينا ويطور مركز شباب صفت عن طريق وزارة الشباب وتطوير مركز شباب كفرة هرمز تطوير كامل. بجد فعلا كان اختيارنا كان صحيح 100%. انا بشكر فعلا النائب عمرو ابو اليزيد قدام الناس كلها نيابة عن اهالي صفة اللبن. طيب هل عندك مشكلة؟ استضافة النائب عمرو ابو اليزيد. هل عندك مشكلة عايز تقولها؟ احنا مشكلتنا بس في صفة اللبن موضوع المرور الغياب، المرور عند التكاتك والمواقف العشوائية اللي في بداية شهر 23. تمام، وضحت الصورة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ أشرف عبد المنعم، نائب رئيس تحرير الأهرام، اتفضل أستاذ أشرف. أنا مساء الخير. مساء النور يا فندم. بتكلم بخصوص يعني شارع هارون في الدقي. الشارع ده حضرتك المفروض ان هو في واحد من اهم المناطق في الدقي، منطقه فيها عدد كبير جدا من السفارات. مش شارع هارون ده اللي فيه مواسير ضربه؟ ايوه.
طب والحل ايه بقى في القصه دي؟ ما احنا اتكلمنا مع نائب المحافظ واتكلمنا مع ولا يعمل حاجه ويسحب الميه ولا يعمل حاجه ولا يعمل حاجه نائب المحافظ. ده خارج من كتله. اقول حاجه بس يعني انه احنا سياده المحافظ كمال الدالي احنا نعرفه قامه امنيه كبيره لا ينكر دورها احد يعني. ولكن الان احنا بنستغيث بالحل المشكله دي، مشكله الصرف الصحي في الشارع ده. طيب المشكله دلوقتي المشكله دلوقتي استاذ اشرف، انا عايز اوضح حضرتك حاجه بعد اذن حضرتك، بس انت بنتكلم على صرف صحي، صرف صحي ده يعني لا انا عايز اقول لحضرتك بس بعد اذن حضرتك علشان انا اتكلمت كتير في القصه دي ومش كويس ان انا كل شويه يعني نقعد نتخانق مع المسؤولين، انا مش عارف الحقيقه نعمل ايه. بس لما كلمناهم يا استاذ اشرف قالوا لك المشكله مش عندنا، ده المشكله عند صاحب العقار اللي مش عايز يصلح الماسوره، يعني الدخل اللي عنده مش عايز يصلحه. اوضح النقطه لحضرتك، احنا بنتكلم اولا مشكله صرف صحي، يعني مياه ليها طبيعه عضويه، ليها طبيعه كيماويه، دي بتاثر على العمارات القديمه اللي في الشارع، بدات يحصل هزات في العمارات، انا بكلمك عن كارثه هتحصل. العمارات لما تفضل المياه تترسب تحت في الجدران بتاعتها وفي الاساسات بتاعتها، نسال اي مهندس كده في السؤال ده، مياه مش ميه حلوه، دي ميه عضويه. فطبعا بدات تاثر، انا في العماره بتاعتي بدا يحصل نوع من الهزات اللي مش مرتبطه باي هزه في الكره الارضيه دي لوحدها كده، يبقى اذا بدا الاساسات تتاثر. عايز اقول على حاجه، يعني لو حصلت كارثه هتبقى المسؤوليه تقع على فكره الصرف الصحي ده. المشكله بنروح للصرف الصحي بيكلمونا وبيقولوا ايوه احنا جايين، وبعدين يقول لك احنا ما نقدرش نيجي علشان الحي هيمنعنا ان احنا نحفر في الاسفلت، ولما نروح للحي يقول لك لا انا ما اقدرش احفر لانه المسؤوليه دي مسؤوليه الصرف الصحي، والاثنين بيقولوا ان العقار رقم 31 هو المسؤول، وبعدين يرجعوا يقولوا لا ده العقار 33 هو المسؤول. ايا كان المسؤول مين، حتى لو كان الشيطان نفسه هو المسؤول، احنا ذنبنا ايه حضرتك؟ يعني احنا كمواطنين شرفاء مالنا ومال هذا الخلاف الجدلي؟ انا اعرف ان الدوله تاخد اجراءاتها وتصلح وبعدين تشوف مين المسؤول وترمي عليه بالمسؤوليه او ترمي عليه بالغرامه. انما لازم لما يكون في عندنا بالعقل كده هو حريقه في شارع، ما ينفعش ان المطاف تقول انا مش حاجه لان انتوا اللي فتحتوا الغاز او انتوا اللي ولعتوا. لازم الدوله تتحرك، لازم الجهه المعنيه تتحرك، وانا بهيب بسياده المحافظ كمال الدالي وهو راجل محترم جدا ان هو يصدر اوامره وتكليفه للناس ان هي تنسق ما بينها وبين بعضها وتيجي في الصرف. اذا كانوا هم عايزيننا يا فندم نلم فلوس عشان نحل المشكله، نلم فلوس، انما اقول لي هل في مواطن عادي بيقدر يحفر في الشوارع دون اذن المحافظه؟ هل دورنا ان احنا ننزل نجيب مثلا غواصين وننزل نغوص نشوف ايه المواتير دي؟ هو لازم تيجي جهه مسؤوله، والجهه دي تكون مسؤوله بمعنى انها تحل المشكله فعلا. صح، بشكر حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف عبد المنعم نائب رئيس تحرير الاهرام. دي المره الثالثه، ثلاث مرات في برنامج نتكلم عن مشكله شارع، ثلاث مرات في برنامج عامل ايه بقى؟ ويدخل نائب المحافظ يقول لي المشكله عند صاحب العقار مش عايز يصلح، يا باشا ده لو شفطت الميه هترجع تاني ما بينزلش من مكتبه. والعميد محي الصرفي انا فاكر اصل المشكله دي ثلاث مرات اتكلمت عليها، يعني في حاجات بنفضل نتكلم عليها كتير جدا وما اتحلتش. مشكله يعني سياده المحافظ فعلا، يعني هم بيهيبوا كل السكان بسيادة المحافظ كمال الدالي ان هو ياخد خطوة قوية، واذا كانت المشكلة مشكلة مالك العقار 31 ولا 33 يتم تغريمهم تحملهم النفقات، المهم المشكلة دي تتحل. ثلاث مرات نتكلم على مشكلة كده مش ممكن. مين معانا؟ ام محمد من ناحية، اتفضلي. طيب ارجوك حاول تتصل تاني، بنعتذر اذا كنا اتأخرنا على حضرتك. دلوقتي اتكلم من ابو اتاتا واتكلموا من صفه اللبن، وطبعا هم بيشكروك على مجهودك وده شيء يحمد، لكن في نفس الوقت اتكلموا عن العشوائيه، التموين، المواضيع المتعلقه بالتراخيص والتكاتك و الى اخره. عندنا في بلاد دكرور المنافذ قليله جدا عشان تطلع بره بلاد دكرور. يعني ابو اتاتا، منطقه ابو اتاتا الاستاذ حسن اتكلم فيها، منطقه ابو اتاتا دي ما فيهاش منفذ، يعني الكوبري معدي من فوق ملوش ولا مطلع ولا منزل. اهل ابو اتاتا عشان يخشوا ابو اتاتا يا يخشوا من عن طريق كوبري ثروت يا يخشوا من عن طريق فيصل. منفذين بس اللي بيخشوا، الافات مؤلفه من اهل ابو اتاتا بيخشوا من المنفذين دول. وفي نفس الوقت سور سكه حديد حابس منطقه ابو اتاتا، مش ابو اتاتا بس، لمناطق كلها، مناطق بلاد دكرور كلها. عشان كده انا اتكلمت على السلالم الكهربائيه لاهالي بلاد دكرور،
انت عشان مواطن بلاد بكر يعدي شارع السودان لازم يطلع ثلاث ادوار سلم وينزل ثلاث ادوار. الشاب اللي هو 20 سنه بيطلع ينهج. طيب استاذنك بس عشان ام محمد رجعت لنا تاني مش عايزين ناخرها مره ثانيه. ام محمد برحب بحضرتك. الو اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا من عايز ممكن اكلم الاستاذ عمرو ابو اليزيد؟ معاكي اتفضلي. بعد اذن حضرتك ان ايه هو باصص على البولاق وباصص على المستشفى بولاق وباصص على النوازل اللي اتفقت وباصص على كده، باصص ليه على الحاجات اللي هي من اول ما تلاقين بولاق لغايه جوه القصر كده، الناس اللي عايشه هناك بالناموس والترعه اللي حواليها زباله والزباله اللي على الجنبين، واحنا نفسنا اصلا نزلنا ساعه ما كان ماشي بولاق ونزلنا تعداه ونزلنا الزنان وصوتنا ونزلنا. بصراحه هو بني ادم كويس يعني في الشغل تمام. الفرق ان هي كله زباله كله على الجنبين لغايه وانت داخل على حته اسمها الكفر كده، كفر بلك الخيام. شكرا ليكي شكرا ليكي شكرا ليكي. استاذ احمد اتفضل. الو اتفضل استاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا بحيي الاستاذ عمرو الاول. اتفضل. انا حضرتك ساكن في كفر هرمز بس عندي مشكله في السجل المدني بقالي 3 سنين. 3 سنين مشكله في السجل المدني؟ والله مش عارف اعمل ورق الجيش. تمام. طيب تحب تتواصل يعني تقول له المشكله دلوقتي ولا عايز تتواصل معاه ولا ايه بالظبط؟ حضرتك انا عندي كان ليا اخ متوفي من 79. ها. بس اسم الجد فيه حرف ناقص، نص البيت فيه حرف ونص البيت ما فيهوش الحرف ده. هو ممكن حضرتك تجي لي مكتب خدمه المواطنين ان شاء الله وعنايه ليك تحت امرك. تمام. يا ريت حضرتك بس تسيب بيانات حضرتك مع الاعداد. ماشي. الواحد من كتر المشاكل الحقيقه شعر وقع. حاجه مش ممكن. مشاكلها كتير. وفي جزء كبير من المسؤولين مش متعاونين مع النواب او لسه ما فاقوش اللي بقى فيه نواب في بلاق دكرور حقيقيين جايين من الشارع وساكنين في بلاق دكرور. تمام. وجايين يشتغلوا للناس. لسه ما فاقوش ان في فعلا نواب حقيقيين فعلا برلمان حقيقي جه يمثل الشعب المصري. طيب سياده النائب انا عايز اكون هنا واضح واحط النقط على الحروف، انت شايف ان المسؤولين فعلا متقاعسين ولا تشريعيا هم مكبلين ببيروقراطيه وقوانين؟ انا مقدم طلب بسيد وزير التنميه المحليه وسيد رئيس الوزراء باستبعاد نائب محافظ الجيزه دوت بعض القيادات المحليه في بلاق الدكرور باستبعادها عشان نعرف نشتغل على النظافه، احنا بنتحارب جوه. احنا عايزين احنا بنشتغل وبنلاقي ناس بتيجي بتهد اللي احنا عملناه. فاحنا عايزين انا بناشد وزير التنميه المحليه باستبعاد نائب محافظ الجيزه ودوت مش طلب عمرو ابو اليزيد بس، لا ده طلب نواب محافظه الجيزه كلهم. وهجيب لك توقعات ليهم قريب ان شاء الله في الجلسه الجايه باذن الله. انا موضوع الحملات اللي احنا بننزلها على توسيع الشارع السيد مدير الامن انا بشكره اللي هو احمد حجازي وقف معانا لحد ما وسعنا الشارع ووعدنا اللي هنشوف هيكون في نقاط مروريه في منطقه شارع نيه وفي منطقه شارع العشرين وكفره هرمز والشربجي، وبنقول له احنا مستنيين وعدك سعادتك. والراجل ده يمكن هديه وزير الداخليه لمحافظه الجيزه اللي هو احمد حجازي. احنا مش بنهاجم مسؤولين اهو، احنا بنشكر المسؤولين برضو اللي بيتعاونوا مع النواب. الراجل ده محترم ولما نتصل بيه في اي مشكله بيتعاون معانا جدا وبينزل الشارع 24 ساعه في الشارع. اللي هو احمد حجازي انا بشكره على الهواء. وبنقول له احنا مستنيين وحده المرور اللي حضرتك وعدت بيها لاهالي بلاق دكرور، لان احنا مش عارفين نعيش في وسط التكاتك والميكروباصات. المرور طيب تشريعيا سياده النائب عليكم دور في تشريعيا احنا شرعنا ترخيص التكاتك والدرجات البخاريه قانون 20 للمرور لسنه 2016 وتم التصديق عليه، والمفروض دلوقتي المحافظه تبدا ترخص التكاتك. بالنسبه لموضوع القمامه ودور المحافظه والشركات المحافظه بقى احنا مستنيين لحد دلوقتي. يعني انا قلت السيد محافظ الجيزه احنا عندنا شركات شباب هتقوم بالموضوع ده. قال لي لا انا عامل منظومه نظافه جديده هتبدا من امبابه واللي بعديها ان شاء الله بولاد دكرور. فاحنا مستنيين، وانا بقول له يمكن سمع المواطنين بيقول اهو الزباله من اول شارع نايل لحد الكفر ومنطقه
ناهية جوه. فإحنا مش هنستنى كتير، إحنا مش كل يوم هنستنى الناس تعيا من الكوميما. طب بصيت عن امبابة، بصيت عليها شفت المنظومة شغالة فعلا ولا المنظومة شغالة في امبابة؟ المنظومة شغالة، شغالة في امبابة. فإحنا مستنيين دورنا مع المحافظ بولاد دكرور، بس بولاد دكرور مش هتستنى كتير مع المحافظ. موضوع مستشفى بولاد دكرور، مستشفى بولاد دكرور يمكن أكتر واحد أنا كنت بهاجم وزير الصحة، ويمكن حصل مشكلة مؤخرا معايا مع وزير الصحة لما أنا وصفته بالفاشل، ويمكن أول واحد طلبت بإقالة صورة المستشفى هي اللي موجودة على الشاشة دي، مستشفى بولاد دكرور. معقولة الكلام ده؟ المفروض اللي هي بتعالج مرضى دي، منظر ده منظر المستشفى. تمام. المعاملة غير الأدمية للمواطنين في دخول مستشفى بولاد دكرور. يعني ده المشهد ده مشهد حديث للمستشفى؟ ده حديث، ده لسه من كام يوم. لسه من كام يوم ده بركه ده. بركة. ده مش عارف انا اوصف، انا في حاجات الواحد ما يقدرش. يمكن انا وانا بعدي في المستشفى ما هل بيحصل طب تطوير تجديد اعمال انشائيه؟ هو في اعمال انشائيه، وفي هيتفتح جناح جديد في مستشفى بولاد دكرور، ولكن هيفيد بايه الانشاءات وفي ميكروبات زي ديت؟ المفروض المستشفى تكون منطقه معقمه، لان المريض المناعه بتاعته ضعيفه جدا، هيستقبل اي ميكروب يجيله. ده جوه مستشفى بولاد دكرور. عشان السيد الوزير اللي هو بيحسبني ان انا معالي الوزير، يعني رجاء الاهتمام بموضوع مستشفى بولاد دكرور اللي بتخدم 4 مليون مواطن يا معالي الوزير. بشكل عاجل معالي الوزير، يعني 4 مليون مواطن، النظر في حال هذه المستشفى والصور اللي موجودة أمام حضراتكم على الشاشة بنهيب، يعني بالسادة المسؤولين ما أتمناش أبدا أن احنا نشوف منظر زي ده موجود. فضل فندم. طبعا دي طبعا مستشفى بولاد دكرور. ويمكن أنا بروح مستشفى بولاد دكرور أنا وسادة النواب ساعتين بالليل، الساعة 3 بالليل. ليه؟ بتشوف الخدمة إزاي؟ الخدمة وإحنا موجودين حلوة. بعد ما نمشي ألاقي مواطن بيتصل بيا، الامن اعتدى عليا، الدكتور شتمني، مفيش دكتور، عايزين يعملوا لي محضر في القسم. فهو المريض المواطن في بولاد دكرور ياخد المريض بتاعه يروح مستشفى بولاد دكرور، يلاقي معامله غير ادميه. طبعا طبيعي جدا هو عنده كبت عشان المريض اللي معاه، فبيتخانق معاهم فبيعملوا له محضر. يعني المريض بدل ما يتعالج لا بيتحبس في بولاد دكرور. يمكن انا عملت مشاكل معاهم كتيره جدا، وقلت لهم اي مواطن هيتم عمل ليه محضر انا هتخذ اجراء ضدكم. تمام. فهم بيستقوي باسم شرطه بولاه ويقولوا اللي هم اعتدوا عليهم والكلام ده كله. فانا بناشد مدير مستشفى بولاه والسيد وكيل وزاره الصحه بالجيزه، الاستقبال اسمه استقبال. يعني استقبال واحد واقف يبتسم للمواطن وهو داخل، مش داخل كاره نفسه. فانا بقول الاستقبال يغيروا معاملتهم، لان احنا مش هنسكت لو اي مواطن اتصل بينا وقال ان في مشكله معايا. انا هميل للمواطن اوتوماتيك، انا هميل للمواطن. هتقول لي بقى غلطان، ده غلط فيا، ده راجل معاه مريض. ما تقوليش اللي هو داخل يشتم فيك على طول. انت ده اللي بيعمله المواطن رد فعل مش فعل. ما تقوليش اللي هو داخل اتهجم عليا وشتمني، الدكتور يقول لي ده داخل اتهجم عليا وشتمني. انت سعادتك اكيد قاعد نايم مش عايز تقوم تكشف على المريض، عشان كده رد الفعل بتاعه اللي هو سلبي، جاء سلبي. على هذا النحو وتيجوا في الاخر وتيجوا في الاخر هيجوا الراي العام عند الدكتور اتضرب في مستشفى كذا او مستشفى كذا. فاحنا عايزين كل واحد يعرف حقوقه وواجباته. احنا مش بنقول احنا بنيجي على الدكاتره، في دكاتره محترمين وبتستقبل المواطنين استقبال جيد جدا، ولكن كل واحد له حقوقه وواجبات. الواجبات بتاع سعادتك يا دكتور اللي انت تستقبل المريض استقبال كويس جدا وتحسسه بادميته في مستشفى بولاد دكرور. طب سيادة النائب، لما اتكلمت مع الوزراء المختصين بيبقى ايه اجاباتهم؟ انا عملت كذا طلب لوزير الصحه. تمام. يمكن جه مؤخرا معالي وزير الصحه عشان يتفتح مركز غسيل الكلوي في المستشفى. في المستشفى ينفع؟ والمركز غسيل الكلوي ده اصلا شغال من بدري. فانت ايه الجديد اللي انت اضفته لمستشفى بولاد دكرور؟ معالي الوزير جه اتصور وعمل شغل اعلامي واتكل على الله. ايه اللي احنا استفدناه بعد كده؟ ما فيش اي حاجه. وطلبنا زياده ميزانيه لمستشفى بولاد دكرور لتجهيز الغرف في مستشفى البولاء وزياده غرف العنايه المركزه. دلوقتي المريض اللي ما بيلاقيش غرفه عنايه مركزه بيموت. ودي الحاله دي منتشره في مصر حاليا. أيوة. فاحنا عايزين فعلا نزود الميزانيه لمستشفى بولاد دكرور اللي بتخدم 4 مليون. هم ليه بيبصوا على مستشفى بولاد دكرور اللي هي مستشفى درجة تانية؟ مستشفى بولاد دكرور بتخدم 4 مليون والله. كرداسة وبولاد دكرور وبتخدم بين السرايات. وفي ناس بتيجي من الجيزة. كمان
في مستشفى السويس اللي بتخدم 600,000 مجهزه تجهيز احسن من مستشفى بلاد بكرور. فاحنا عايزين احنا 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 مش مع حد ولا ضد حد، احنا عايزين نشغل خط واحد احنا والساده الوزراء لخدمه المواطن. لو انت مش هتتعاون معايا انا ههاجمك طبيعي جدا، يعني ما تحسسنيش ان انا مستقصدك، انا مش مستقصدك. انا المواطن بيوصل حاجه انا بعاني من 1 2 3 4، انا دور عضو مجلس النواب بين النبض المواطن المسؤولين مش اكتر ولا اقل. فانا بقول للمسؤولين انا معالي وزير التموين نظره لمكاتب التموين في بلاد دكرور، معالي وزير الصحه نظره لمستشفى بلاد دكرور، معالي وزير الاسكان والمرافق العامه نظره للمرافق العامه الموجوده في بلاد دكرور المتهالكه، وبمجده اللي هو يحطوا بلاد دكرور في الخطه الجديده لاحلال وتجديد البنيه التحتيه، وبرضه بناشد وزير الكهرباء مراجعه فواتير الكهرباء اللي بتيجي على المواطنين. يمكن انا اول نائب عمل بيان عاجل والميه فواتير الكهرباء والميه. يعني مواطن عنده اوضه وصاله جاي له فاتوره عندي 5000 جنيه قول لي ازاي بقى حل لي الفاتوره دي، ويجي يشتكي يقول لي ادفع الاول ولو ما دفعش يروح يخلع العداد. فهم هل انتوا بتسقوا على الغلابه ولا ايه بالظبط؟ فاحنا عايزين ان الدوله تبقى حنينه على الناس الغلابه. طيب شايف ان قانون الاداره المحليه وانتخابات المحليات هيريحك من عبء كبير في الفتره القادمه؟ هو قانون الاداره المحليه طبعا هيريح عبء كبير في حاله واحده، اختيار اعضاء مجلس محلي محترمين. محترمين بس هم جايين بالانتخاب، ما هيجوا بالانتخاب. انا بتكلم عايزين مشاركه فعاله من كل الشعب المصري في انتخابات المحليات، لان هم دول اللي هيعملوا الخدمات المباشره للمواطن زي مشاكل الحي والعمل على تنظيم المرافق كل حاجه. تنظيم المرافق انا هرفعه عن كاهل النائب، كاهل النائب هبدا بقى اراقب الاجهزه التنفيذيه واشرع القوانين لصالح المواطن. لكن انا بروح المجلس الصبح وبروح اقف على ماسوره نجاري بالليل. وده طبعا شرف ليا ان انا اقدم اهل بلاد دكرور وجذبتهم فوق راسي، لان الناس دي حطوا ثقتهم في العمرو ابو العزيز والساده النواب بلاد دكرور. واحنا بنقول لهم الخمس سنين دول ان شاء الله انا هشغل خادم ليكم وهكون عند وعد باذن الله. طيب في طفل بيقولوا لي في الاعداد اسمه عبد الرحمن، هو عنده 11 سنه عايز يعمل مداخله وعايز يكلمك استاذ عمرو. عبد الرحمن اتفضل. الو. ايوه الو، انا حضرتك عبد الرحمن من ابو اكاته، ولما بكون عايز العب كره بروح الشرقيه للدخان عشان العب كره، واحنا دلوقتي عايزين كره في ابو اكاته. عايزين كره، عايزين ملعب بقى، ملعب كره في ملعب كره. حاضر عبد الرحمن، ان شاء الله هنعمل ملعب كره. احنا خصصنا يعني احنا بندور على ارض اللي احنا نعمل ملعب كوره، اللي هي فعلا ابو اتيتا ما فيهاش ملعب كوره وفيها محترفين كره قدم. يعني ما شاء الله يمكن عبد الرحمن ممكن ان شاء الله يكون منهم باذن الله. فاحنا في الارض اللي هي تبع الاصلاح الزراعي وفي اللي هي بتاعت دور التربيه. فاحنا بنناشد يعني وزيره التضامن الاجتماعي، وانا بعت لها طلب اللي احنا ناخد ملعب من دور التربيه نستغلها لمنطقه ابو اتيتا اللي هم يلعبوا فيها. وزاره فيها الشباب والرياضه فين طيب؟ نعم، وزاره الشباب والرياضه فين؟ وزارة الشباب والرياضة هي متعاونة معايا بس مش لاقية مكان تعمل فيه الملعب. يعني احنا بلاد دكرور يعني ايه؟ ايوه منطقة عشوائية ومقفولة على نفسها وفيها تكدس سكان رهيب ومفيش مساحات اللي احنا نعمل فيها خدمات. فاحنا بقدر الامكان ان احنا تواصلنا مع دور التربية اللي احنا ناخد الملعب للنادي العربي كمان اللي موجود في ابو اتيتا. النادي العربي ده بيلعب في الدوري وليه فريق وبيتدرب بره، فاحنا عايزين نعمل ملعب لمنطقه ابو تيتا ومركز شباب ان شاء الله، وانا بسعى عليها باذن الله تعالى. طيب استاذنك ناخد الحاجه اميمه من الهرم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا اولا بشكر سياده النائب ده، صراحه واضح ان هو شغال ومحترم جدا. يا رب يكون احنا هتابعه باذن الله. انا في الهرم محطه المساحه فرع الفيومي. تبعك في الهرم ولا فيصل يا فندم؟ لا انا الشارع بتاعي بين الهرم وفيصل. الشارع لا ده تبع العمرانيه يا فندم. تبع بلاقي الدكرور. لا تبع العمرانيه، اليمين تبعي. اليمين تبعك انت؟ بس انت فوق راسي تبعي برضه يا فندم. يا ريت والله انا اتمنى. عندنا شارع الفيومي اللي هو متفرع من شارع فيصل من شارع لطفي السيد، الشارع مليان زباله مليان زباله. وانا حتى مش عارفه مين اللي مر النهارده سياده المحافظ
او اي حد من الحي كان جنبنا قهوه راحوا مبلغين القهوه راحوا شايلين كل الكراسي وكل الترابيزات وفضوا اخر جمال وعدى اللي عدى عدى وشاف الزباله موجوده. الزبال بيجي لنا مثلا كل شهر مره الشارع متراكم فيه الزباله بطريقه خطيره والله بدفع فلوس انا وغيري علشان ندي الزبال لما يجي احنا على كل مده عشان بيخرجوها على شارع الهرم. تمام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ محمود من شارع العشرين. استاذ محمود. ايوه يا باشا مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايز اكلم سياده النائب. معاك سياده النائب. اتفضل يا فندم. والله يا باشا احنا بنتشرف بحضرتك انها تحت دايره حضرتك. يعني شرف ليا والله يا فندم. ربنا يخليك وانت من الناس اللي ليهم سمعه يعني محترمه ربنا يبارك فيك. كلها. الله يخليك. وحضرتك دلوقتي بالنسبه للعشريني كتب حضرتك في قصاده شارع موازي شارع الاربعيني. مظبوط. عشان زحمه المرور والدنيا، الشارع ده مقفول دايما. كتب حضرتك على اول الشارع. تمام. هو الشارع ده حضرتك لو اتفتح هيحل ازمه المرور. مظبوط. ولو اتسفلت يعني لان العشريني دايما على طول واقف حضرتك ودايما في مشاكل ميكروباص وتكاتك ومن عند رسلان ومن قدام. وطبعا ال 40 ده شارع كبير مش صغير. هي مقفوله بايه؟ يعني ايه مقفوله مش فاهم؟ هي مقفوله بسيارات؟ حضرتك من على اول الشارع في معدات وفي حاجات حديد مقفول الشارع خالص. ده عشان المحور اللي بيتعمل مشروع المحور. تمام مؤقت يعني. هي مقفوله مؤقتا. بقاله سنين مقفوله ولا بشكل مؤقت ده ولا ايه؟ بقاله سنين حضرتك مقفول. بقاله سنين كده؟ طيب مقفول. ماشي. شارع كبير حضرتك ده 20 متر. بس هو المخرج بيظهر المعلومه واضحه فالمخرج بيقول لي ده مقفول اخره بيوت. لا حضرتك هو موازي مع شارع اللي هو موصل على ميدان الساعه حضرتك وموصل على من ناحيه العشرين. تمام. اللي هو موصل لغايه الملكه. تمام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دلوقتي لما نيجي نتكلم على الحملات تنزل حمله تشيل الـ الـ الاشغالات ايا كان شكل الاشغالات ده. تمام. كراسي اهاوي باع جائلين الى اخره وبعد كده ب 24 ساعه بيرجعوا تاني. الحل ايه من وجهه نظرك؟ احنا عايزين نقطه تمركز في المناطق دي كلها. كان في شرطه مرافق يعني احنا بدل ما ننزل بقوه المرافق في كل منطقه وبعد كده يرجعوا تاني نعمل تمركز لمنطقه شرطه المرافق في كل منطقه. يعني ضابط واربع عساكر مش هيخلي المنطقه كلها ترجع تاني. في كل منطقه. يبقى احنا المجهود هنوفر مجهود لشرطه المرافق وفي نفس الوقت ما فيش باعه هيرجعوا تاني. زي وسط البلد لما عملوها. وسط البلد لما عملوا حملات على وسط البلد على الباعه الجائلين تمام حطوا تمركز للشرطه. اي بائع كان يجي يقبضوا عليه على طول. فبقى عبره. فكل بائع عارف اللي هو لو فرش هيحصل فيه نفس دلوقتي اتفرج على وسط البلد ما شاء الله نظيفه. بس لازم يتم توفير اماكن ثانيه بديله. توفير طبعا. فانا احنا ان شاء الله قبل ما نشيل بياع واحد هنوفر له مكان بديل. مفيش بياع هيتشال غير ما نجيب اماكن بديله للبياعين الموجودين في البلد ده كله لان دول برضو مسؤولين مننا. بس منطقه احنا عندنا منطقه الطريق برضو بتعاني برضو من اشغال الطريق والباعة الجائلين وبرضو معاناه الصرف الصحي. انت البيارات اللي موجوده في منطقه الطابق خارج نطاق الخدمه. انا كل شويه بيجي لي بلاغ من منطقه الطابق بنبعت بتوع المرافق بيصلحوها تاني يوم يحصل نفس المشكله. فاحنا كل اللي احنا بنعمله ده مسكنات. فاحنا عايزين احلال وتجديد للمناطق ديت وعايزين تعاون من وزاره تطوير العشوائيات وتخصيص ميزانيه لمنطقه بولاق الدكرور لان بولاق الدكرور بقت على اخرها من الصرف الصحي. بامانه. وفي مناطق بتشرب المياه النظيفه مع ميه المجاري. يمكن حالات الفشل الكلوي زادت في منطقه بولاق الدكرور دلوقتي الفيروس سي. فكل دوت بدل ما الدوله تصرف مبالغ طائله في العلاج على فيروس سي وعلاج الفشل الكلوي نعمل وقايه. هتوفر معانا مبالغ كبيره جدا. احنا نشوف سبب الامراض دي ايه ونحلها اللي هي الصرف الصحي والميه النظيفه والكلام ده. نشرب المواطن ميه نظيفه مش هيجي يقول لك انا عيان مش هيجي يقول لك عالجني على نفقه الدوله. طيب لما توجهت برضو للمسؤولين كان ردهم ايه؟ مدرجه ضمن خطه منتظرين موازنه علشان يتم التنفيذ؟ حطوا خطه عملوا خطه لمنطقه حوض الزوات دي منطقه وحطوا خطه لمنطقه مدينه النجوم جزئيه مش كليه وانا بطالب اللي هي منطقه مدينه النجوم يتعمل المنطقه كليه. منطقه ابو زيد وخارطة عاصم نفس الكلام لسه ما اتحطوش في الخطة وانا بناشي اللي هم يحطوها في الخطة. صفة اللبن
والطابق وبولاية القديمة. بولاية القديمة الغرف جوه اللي هم الدور الأرضي عشان على المية مية المجاري يعني ينزل من عسيلة إلى مية المجاري تحتيه على طول. نفس الكلام منطقة الطابق. فإحنا الناس دي هتقعد لحد إمتى كده؟ فإحنا عايزين المسؤولين ينزلوا معنا ويبصوا على الناس دي مش أكتر ولا أقل. فأنا أول حاجة بنطلبها تطهير المحليات وتطهير المحافظة من الفاسدين تمام عشان نبدأ نشتغل على النظافة. لأن أنت لو أنت عايز تشتغل على النظافة وفي مسؤولين بيشغلوا ضدك مش هتشوف نتيجة في الشارع. فإحنا عايزين المواطن فعلا يحس إن في دولة وفي نواب وفي حكومة بتبص للمواطن. سريعا علشان وقتي خلص، إيه اللي بتستهدفوه في لجنة الإسكان والمرافق العامة؟ أنا دخلت لجنة، أنا عمرو أبو الزيد، دخلت لجنة الإسكان والمرافق العامة عشان المرافق المتهالكة عندي في بلاد دكرور، وبقى أكتف أكتر مع المرافق العامة أو وزارة الإسكان لخدمة أهل بلاد دكرور. اللي بنستهدفه قانون البناء. لازم يبقى فيه قانون حاسم للبناء العشوائي لأن هو اللي وصلنا دلوقتي للمرافق المتهالكة. تاني حاجة المصالحات لأصحاب الأبراج. دلوقتي البرج اتبنى واتسكن تمام، دلوقتي انت بتدي له ممارسات 550 جنيه و600 جنيه كل 3 شهور. سعادتك ركب له عداد ويدفع لكل عداد 5000 جنيه وكل ده نستفاد منه في المرافق العامه وتغيير المرافق العامه. هو كده كده بنى خلاص كل اللي بنى دوت. قانون للتصالح على مخالفات البناء. قانون للتصالح على مخالفات البناء يعني نمشي الدنيا نخلي العجله تمشي. وبرده علشان ده يوفر مورد تاني. المورد التاني لتغيير المرافق العامه 170 مليار. الله ينور. موضوع بلاد دكرور احنا بنعاني اللي احنا محبوسين ورا اسوار. وانا نشدت وزير النقل والمواصلات لان هي السكه الحديد تتبعه، هي السكه الحديد بيعدي، لازم احنا نطلع 3 ادوار وننزل 3 ادوار عشان نخرج بره شارع السودان. وانا بناشده وبقول له وبناشد محافظ الجيزه السلالم الكهربائيه لاهالي بلاد دكرور مساواه بارض اللواء مش اكتر ولا اقل. ودي مش يعني مش هتعد ميزانيه كبيره جدا على الدوله بس هتريح اعداد كبيره جدا جدا لاهالي بلاد دكرور. تاني حاجه زياده الميزانيه لبلاد دكرور. ما ينفعش ان ميزانيه بلاد دكرور تتساوى بحي الدقي اللي هما لا يتعدوا ال 200,000، ما ينفعش يتساوى بحي العجوزه اللي هما لا يتعدوا 600,000، احنا 2 مليون، ازاي تديني ميزانيه زي ميزانيه حي الدقي والعجوزه؟ فاحنا عايزين زياده الميزانيه لولاد دكرور تمام، وبناشد وزير التخطيط ان هو يزود الميزانيه لولاد دكرور لان فعلا احنا محتاجين خدمات كتيره جدا، في مناطق كتيره اتبلطت في شوارعها وفي مناطق لسه ما اتبلطتش، فالمواطن اللي شوارعه ما اتبلطتش حاسس بنقص، يقول لك اشمعنى الشوارع الثانيه؟ فاحنا عايزين نستكمل خطه التبليط في بلاد دكرور وزياده الميزانيه عشان المواطن يحس فعلا ان الدوله شايفه اهل بلاد دكرور المناطق العشوائيه. طيب المجتمع المدني بيلعب دور ولا دور ضعيف في المنطقه عندك او في الدائره عندك؟ لا انا في شباب ما شاء الله محترمه جدا شغاله في بلاد دكرور وبتتعاون معانا وفي تبرعات لانشاءات وفي تبرعات يعني في المجتمع المدني في العالم كله بيلعب دور موازي لادوار الحكومه طبعاً. كلما تقدم اصلا المجتمع المدني طبعاً. ده دلاله على قوه المجتمع نفسه تمام بس مش هيقدر يسد على مشاكل بلاد دكرور. لا فاحنا محتاجين في حاجات محتاجه موازنه الدولة لكن انا بتكلم في الامور اللي ممكن حلها والعمل على في حاجات المجتمع المدني بيخش فيها زي المشاكل الاسريه والمعاشات والكلام ده كله المجتمع المدني بيساهم فيها. سيادة النائب انا بتمنى لك التوفيق، واضح جدا الجهد وواضح جدا الحماس اللي حضرتك بتتكلم بيه، بتمنى لك التوفيق لحل مشكلات بلاء الدكرور بالجيزه وهنتابع معاك ايه اللي وصلت ليه مع الساده انا المسؤولين. بس انا عايز بس اقول للساده الاخوه الاقباط بمناسبه يوم حد الزعف وخميس العهد والجمعه العظيمه وسبت النور وعيد القيامه المجيد كل عام وانتم بخير، وبقول لعمال مصر كل عام وانتم بخير، وبقول للساده النواب السيد النائب محمد الحسيني والسيد النائب محمد اسماعيل شكرا ليكم على تعاونكم معانا لخدمه اهل بلاد دكرور. واحنا بنشكرك. شكرا ليك سياده النائب، شرفتنا وانا كمان بشكركم مشاهدينا. معادي مع حضراتكم ان شاء الله الساعه 9 في مشكله انا كل شويه عمال اجلها عايز اتكلم فيها ان شاء الله اتكلم فيها الساعه 9 مع مشاكل العمال واحلامهم وطموحاتهم، موضوع متعلق بالقمح وتوريد القمح الى اخره من هذه المشكلات، المشكله المتعلقه بالتسليم القمح عن طريق الحيازه ولا مش عن طريق الحيازه، كان المتحدث باسم وزاره الزراعه نفى معايا الكلام ده لكن رجع مناطق ثانيه كثيره اشتكت وبعتت لي شكاوى. هتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله الساعه 9 اذا كان عندي الوقت يسمح، بس رجاء اذا الوقت ما سمحش معالي وزير الزراعه حضرتك رجاء تدخل لحل هذه المشكله بشكل سريع لان
بتتكاثر في مناطق كتيرة ومحافظات كتيرة، والشكاوي بتجيلنا من أكتر من منطقة. بشكركم وإلى اللقاء.